أما بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فخلونا نروح مع حضراتكم لوزارة التخطيط اللي هتشارك في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، وكمان هيتنظم هذا المؤتمر بمشاركة 1500 شاب. أيضا النهاردة هتنطلق عمل الدورة الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة، وده تحت رعاية سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأخبار تانية كتير هتحصل النهاردة نعرفها بإذن الله من خلال هذا التقرير. بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة، فوزارة التخطيط هتشارك في الملتقى الأول لشباب العاصمة الإدارية، واللي بيتم تنظيمه تحت رعاية رئيس الوزراء وبمشاركة 1500 شاب، وده هيكون في المدينة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة. ومن المفترض أن وزارة التخطيط هتشارك في جلسة شباب العاصمة يسأل، وهتنظم معرض متخصص عن الخدمات والمبادرات اللي بتقدمها الوزارة. كمان النهاردة هتنطلق أعمال الدورة العادية الرابعة للجنة وزراء التنمية المحلية الأفارقة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. الدورة دي هتناقش موضوعات الخدمة العامة والحكومات المحلية وكمان التنمية الحضرية واللامركزية. هيشارك فيها وفود من 55 دولة إفريقية وممثلين عن برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية وبرنامج الأغذية العالمي. النهاردة هتقدم المطربة فاطمة محمد علي حفل غنائي الساعة 9 بالليل ضمن حفلات صيف الإنتاج الثقافي بساحة الهناجر بدار الأوبرا، واللي بينظمها قطاع الإنتاج الثقافي. أيضاً النهاردة هتنتهي اختبارات الزمالة المصرية أو البورد المصري اللي بدأت من يوم الثلاث اللي فات، وشارك فيها 5265 متدرب في 41 تخصص طبي، وتم إجراء الاختبارات في قاعات الاختبارات الإلكترونية بكلية طب القصر العيني.